رغم كل الآلام والطعنات التي تلقاها. وأريد هنا أن أوصف المشهد كي لا يلتبس الأمر على كل المتابعين للواقع الذي حل منذ 17 تشرين ولغاية الآن في لبنان. سيدي الكريم، رغم كل الآلام والطعنات التي حضر لها الإسرائيلي ومن يدعمه من الأمريكي وغير الأمريكي، والتي تلقتها قيادة المقاومة في العمق اللبناني في بيروت، أود أن أطمئن الجميع بأن معيار الربح والخسارة في هذه الحرب هو فقط حصرا يكمن في واقع المحور الذي يخوضه شباب المقاومة الإسلامية في الجنوب اللبناني الآن. ومن هنا لابد علي أن أشير وأقارن إلى الحالة التي عشناها في حرب العام 2006. وهنا أود أن أذكر المتابعين، لا سيما جيل الشباب الذي لم يكن واعيا لتلك المرحلة، أن قدرات المقاومة في الجنوب اللبناني تتفوق بكثير على ما كانت تملكه المقاومة في العام 2006، رغم الضربات التي تلقتها وانتهت باستشهاد الأمين العام رضوان الله عليه. لذلك أود أن أقول وأشير أن البطولات التي حققها الشباب المقاومين في الأيام الأخيرة ما هي إلا بداية من ضمن مخطط استراتيجي كان قد أعدته قيادة المقاومة قبل استشهاد معظم قادتها والتي تهدف إلى استنزاف العدو وكسر أنفه وإعادته إلى الحالة المعنوية التي كانت قد انتهى عليها في حرب العام 2006. لذلك أود أن أشير أيضا إلى أن جبهة جنوب لبنان مع التعرجات تمتد إلى حوالي 120 كيلومتر، وهي خط أمامي وخط ثاني وخط ثالث وخط رابع وإلى آخره، وأن القدرات الصاروخية التي يستخدمها المجاهدون الآن رغم أنها غير القدرات الاستراتيجية التي كانت معدة للمواجهة الكبرى، لا زالت بكامل فعاليتها، ولا زالت لغاية الآن تستطيع أن تفرض التهجير القسري على مستوطني الكيان وصولا إلى حدود حيفا، حتى شرقا إلى بحيرة طبرية، مرورا بمرتفعات الجولان، ووصولا إلى حدود فلسطين الشمالية.